ايه خون النيسان خون. اوه شوف 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 شوف، شغل ما يشتغل، شغل ما يشتغل، بس تخون عند منو يا كابتن؟ عند الستور. اوه جايب لكم منتج من شركة باورلوجي، الجامب ستارتر. خلونا نشوف وياكم يشغل الموتر ولا لا. 25,000 عيش مع الستور يا كابتن. جاي تغلط عند الستور؟ لا لا، هذه الاغراض اللي تي معاه. طبعا هذا والباور بانك، هني عندك مال الكهرباء، وعندك شاحن حق البيت وشاحن للسيارة. حلو الكلام؟ خلونا نجرب. شوف تركبها، توصل الكهرباء الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، تضغط تشغيل، بعدين تضغط زر البوست. أول ما ضغط على طول اشتغل الليت. خلونا نشوف يا ستور، كلام فاضي ولا صدق الموضوع؟ اسمع الصوت. يا السلام، انضغط. بدأت الحياة ترجع. بطارية استرج شوي 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 عشان بس نكون واضحين معاكم. شوي خلونا نشوف الحين بعد ما مرت دقيقة دقيقتين. الله الله يا باورلوجي، والله خطير صراحة، منتج من أمه. والله ابدعت يا باورلوجي. هذا يقول لك منتج 8 سلندر، ما عندك مشكله يشغل. قال انت بعد ما تشغل السياره على طول تروح تبدل البطاريه. انزين بس عشان المصداقيه، شوف فصل بنته خلاص يفصل، عشان تعرفون السياره ما كان فيها بطاريه اصلا. طبعا عندنا من شركه باسيوس، وعندنا من شركه باورلوجي، وعندنا بعد من انكر اعتقد، بس حاليا متوفر من باورلوجي ومن باسيوس. فشوف اللي انت تباه، موجودين وكل واحد احسن عن الثاني ما شاء الله. خذ اللي تباه.